طبعا كلكم عرفتوا ده مين، لانه بيجيب مشاهدات بالملايين. ده كابتن محمود. كابتن محمود من 2 سنة و6 شهور لما كان عميل وكان معاه كلبه اسمه ليو، وهنا كان ليو كان عنده حوالي 5 شهور ونص ولا حاجه. المهم ان ليو كان اياميها كان قليل الادب جدا وكان بيعمل مشاكل كتيره جدا، ولكن اللي خلاني تمسكت بان استاذ محمود يبقى كابتن محمود عشان كان بيلتزم بكل الرولز اللي انا بقولها لكم. وشفتوا زي ما انتم شايفين كده الكلب بقى ملتزم وبيعمل الاوردرات اوف ليش وكان بيسمع الكلام. الفكره في الموضوع يا جماعه ان انت اهم من ان انت تدرب الكلب تكون ملتزم، وده اللي كان بيعمله كابتن محمود. عشان كده ان شافوني شفتوا اجمدوا وقولوا اجمد، وتعالوا نشوفوا كابتن محمود التزم ازاي مع الكلب واداله قام وهيل وست وداون وستي عشان نتعلمه ونوصله للنتيجه دي. يلا بينا. معانا استاذ محمود سعيد بحري واستاذ ليو. حابين نسال حضرتك عن تجربتك مع ليو. تجربتك مع ليو حضرتك انت تصور اول مره حضرتك جيت فيها المنظر عامل ازاي، وكنت مصور الشقه كانت عامله ازاي، لدرجه ان انا عندي بقى المشكله ان انا كمان كنت حاطط ليه في الشقه وكده، فكان عندي الموضوع صعب قوي مع اهلي هم يخلوني ان انا اقعد تاني وكده، امي بقى عشان كمان ست كبيره وكده، فالموضوع كان صعب جدا. المهم يعني سالت ناس كتير عن مكان كويس بيدرب وكده، وبصراحه يعني استفسرت يمين وشمال وفي كل حته، لقيت في الاخر يعني عرفت الكابتن زياد حبيبي. طيب النهارده 5 سيشن للكلب، النهارده القصه الخامسه. ايه اللي اختلف عن اول مره ودلوقتي، وهل الاختلاف ده في الكلب بس ولا فيك انت كمان؟ فكره السيشن عامه ما بيبقاش للكلب بس. اوكي. للكلب وللاونرز نفسها. اوكي. انا كان في حاجات كتير ما اعرفهاش عن الكلب، بعيدا عن كورس الطاعه ذات نفسه. انت بتقدر ان انت تعمل حاجات زياده عن كورس الطاعه بتحكمك في الكلب، يعني بتستفاد انت كمان من لما انت بتساب تشتغل لوحدك فتره. تمام. يعني مثلا حضرتك معلمني فتره الاتجاه بالظبط كل حاجه. في حاجات بقى زياده، مثلا لو انا لو شايفه مثلا بيعمل حاجه بعيدا عن الكورس اقول له لا ليو جاي جاي بيقعد على طول، فانا عرفت بسرعه اتعامل معاه. الاول انا شايفه كان معاك انت كمان استفدت وكان ناقصك حاجات كتير في النقطه دي. طيب تنصح ايه بقى الناس اللي بتضرب واللي بتقعد تزعق في الكلب؟ بيجيب نتيجه على الموضوع ولا الموضوع مجرد ان الكلب يبقى فاهم بس انت طالب ايه بالظبط منه؟ هو بص انا كنت بعمل كده بصراحه، انا يعني على ناس ثانيه كانت بتقول لي نفس الموضوع، انت بص اضرب مش عارف الكلب هيجري منك، يعني انت مجرد ما تنزل الشارع لو الكلب عمل حاجه مثلا وانت فاتكه هتقول له ها ليه، وهو عارف انك هتضربه هيطلع يجري منك في الشارع وهتبقى مسخره فاهمني، وهتقعد تجري وراه والناس هتتفرج عليك، هتلاقي ناس بتصرخ وبتاع وكأن اسد بيجري. فالموضوع ده يعني انت بسرعه ما استعملوش خالص، والكلب اتعلم فابسط الامكانيات. تمام. استنونا في حلقة جديدة من قناة رحال أكاديمي مع عميل جديد وكلب جديد. احنا هدفنا ان احنا نوصل ان الكلاب كلها تبقى شغالة بمنظر سوي ومنظر متألق وكويس، ما يسببش ذعر للناس اللي بتخاف من الكلاب، ما يسببش مشاكل للناس اللي مش عارفة تتحكم في كلابها. نبقى احنا متحكمين في كلابنا، ما لناش دعوة بكلاب غيرنا، ما نقولش اصل الكلب ده جري اصل الكلب ده عمل، لا احنا نكون متحكمين في كلابنا، وكلابنا كمان تبقى هادية وهي بتعمل الاوردر، فاهمة يعني ايه كويس، عايزينها تبقى كويسة واحنا نبقى مبسوطين بيها. استنونا في حلقة جديدة من قناة رحال اكاديمي. انا كابتن زياد رحال، اتفضل. هو بالنسبه بس انت لو انت ماشي في الشارع بالكلب انت قلت للكلب سيت داون ستي والكلام ده كله والناس شافتك وانت بتعمل كده، الناس هتعدي من جنبك عادي. لو طول ما انت ماشي يعني الناس من مجرد ما تعرف ان الكلب ده متدرب الناس مش هتقلق منك او هتقلق من الكلب، غير ان الكلب ما بيبقاش متدرب الناس هتلاقيها بقى واخده جنب، واللي بتعدي السكه الناحيه الثانيه واللي بيقول لك معلش بس عشان في ناس هنا، غير لما انت تيجي تقعد الكلب جنبك وكده هم يعرفوا ان هو متدرب، فالكلب ده بالامر فاحنا ما فيش قلق، بيحسوا انه بيشوفوا ان انت مسيطر عليه. بالظبط. تمام، متشكر جدا.